في العلاج، ما يترتب على العلاج. فمذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد أنه إذا أولج في قبول امرأة أو دبر رجل أو امرأة أو حية كانت أو ميتة أو حتى في فرج بهيمة، فإنه يجب عليه الغسل. إذا أدخل حشفته فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل. وقال أبو حنيفة لا يجب عليه الغسل بالعلاج في الميتة أو البهيمة. والجمهور استدلوا بظاهر الأحاديث في هذا الباب. أبو حنيفة قال حديث في هذا الباب أبو حنيفة قال إن العلاج في الميتة والبهيمة ليس لا يكون للشهوة، ليس فرج البهيمة والميتة محل الشهوة. وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يجب بالعلاج مطلقا غسل ما لم ينزل، استدل في ذلك بالأحاديث التي ظاهرها أنه إذا لم ينزل لا غسل عليه وإنما عليه الوضوء، كحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وحديث الشيخين وغيرها. وأصح المذاهب هو مذهب الجمهور، لأن هذه الأحاديث التي استدل بها داود الظاهري أحاديث منسوخة على الصحيح. قال وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها، وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق، البالغ لأن البالغ هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، لأنه بالبلوغ تترتب الأحكام الشرعية. أما بالنسبة للمراهق الذي لم يبلغ لا يجب عليه الغسل بمغيب الحشفة وإنما يندب له. أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميتة، أو قدرها بأن كان مقطوع الحشفة وغاب قدر الحشفة. نعم، قدرها في فرج وإن من بهيمة وميتة، في فرج مطلقا ولو كان من بهيمة أو كان من ميت. نعم، وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ، وندب لمراهق، يندب للمراهق إذا غيب حشفته أن يغتسل، كما أن الصغيرة يندب لها إذا وطئ البالغ أن تغتسل. لا أقصد بالصغيرة هنا غير البالغة، غير البالغة. من هذا إذا كان إذا رجل تزوج صغيرة، نعم، إذا تزوج صغيرة وطئها قبل البلوغ فإنها لا يجب على الغسل وإنما يندب لها. لا بمني وصل للفرج ولو التذ، لا بمني وصل للفرج ولو التذ صاحبه. إذا وصل المني للفرج بدون أن يكون عن طريق العلاج، معنى بأن صب مني معين في فرج معين، فهذا لا يرتب الغسل ولو التذ صاحبه.
أن الغسل إنما هو مرتب على الإنزال بسبب الجماع أو مغيب الحشف أو النفاس أو الحيض. نعم. وبحيض ونفاس بدم. وبحيض ونفاس بدم. كذلك يجب الغسل بانقضاء بانقطاع الحيض. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذن لا تزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن ويقاس عليه النفاس. وقد ثبتت فيه أحاديث كحديث أم سلمة عند أبي داود أي في النفاس. قد ثبت كذلك في حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء عندما ولدت لمحمد بن أبي بكر أمرها بالاغتسال للإحرام. فدل هذا على كذلك الأحاديث الأخرى الواردة في الحيض في الصالة من الحيض كحديث عائشة عند الشيخين وغيرها. نعم. واستحسن وبغيره. وحيض ونفاس بدم. قال نفاس بدم. نفاس بدم قال محل الاغتسال بسبب النفاس أن ينجر عنه دم، لأنها إذا نفست بدون أن ترى الدم فلا يجب عليها الغسل على هذا القول. إذا نفست بدون أن ترى الدم ولكنه يستحسن، ولكن يستحسن لها الغسل. لا يجب عليها إذا نفست بدون دم لا يجب عليها الغسل ولكن يستحسن. ولأنهم جعلوا كأنهم جعلوا علة الاغتسال خروج الدم. نعم. وبغيره. واستحسن وبغيره. واستحسن وبغيره. بدم معناها يجب الغسل إذا كان النفاس بدم. واستحسن إذا كان بغيره. واستحسن إذا كان النفاس بغير دم. واستحسن وبغيره. نعم. واستحسن الاغتسال. واستحسن الاغتسال واستحسن الاغتسال بغير دم. إذا كانت النفساء نفست ولم تر الدم. نعم. وبغيره. وبغير الدم معناها بغير الدم. نعم. بحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره. وبحيض ونفاس وبحيض ونفاس بدم. واستحسن وبغيره ومع غيره. نعم. واستحسن والحال أنها لم تر الدم. نعم. لا باستحاضة. الاستحاضة لا يجب كذلك بها الغسل، ولكن بانقطاع الاستحاضة لا يجب الغسل، ولكن يستحسن كذلك، لكن يستحب. وندب لانقطاعه. إذن يستحب كما قلنا ندب الانقطاع لاستحاضة. انقطاع دم الاستحاضة وندب لانقطاع دم الاستحاضة. نعم. ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر. ويجب غسل كافر كذلك. الكافر يجب عليه أن يغتسل بعد الشهادة لما ذكر لأسباب السابقة، لأنه لا بد أن تكون عرضت له بعض هذه الأسباب
التي ذكرناها سابقا ولم يقتسل عنها، فلهذا أوجب عليه الشارع أن يقتسل بعد إعلانه للشهادة. والدليل على ذلك حديث عبد الله، حديث عبد الله بن قيس، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة وذال بالاقتسال عندما أسلم. ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها. وصح قبلها، وصح أن يقتسل قبل الشهادة إذا جمع أمره على الإسلام، إذا جمع أمره على الإسلام قبل أن ينطق بالشهادة إذا اقتسل يجزئ عنه الغسل فيقتسل وينطق بالشهادة. وقد أجمع على الإسلام، لا الإسلام إلا لعجز. نعم، وقد أجمع على الإسلام، ويجوز له أن يقتسل قبل أن نطلب الشهادة إذا كان قد أجمع على الإسلام، إذا كان قد عزم عزما أكيدا على الإسلام. لا الإسلام، لا يجوز له أن يقتسل قبل الإسلام، معناها قبل أن يجمع على الإسلام لا يجزئه الاقتسال إلا لعجز، إلا لعجز، إلا لعجز عن النطق، عن النطق بالشهادة. فالعجز عن النطق بالشهادة فإنه في هذه الحالة، فإنه في هذه الحالة يقتسل قبل أن يظهر إسلامه. نعم. وإن شك أمدي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومه كتحقق. وإن شك أمني أو مني، وإن شك أمدي أو مني نعم، اغتسل وأعاد من آخر نومته. إذا شك وجد بللا في ثوبه فلم يدري أمذي هو أم مني، فإنه يغتسل من آخر نومة نامها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرج عنه مالك في الموطأ، وأحاديث الاحتلام هي الدليل، هذه الاحتلام التي رأيناها هي الدليل على هذا، على وجوب الاغتسال من الاحتلام إذا وجد الإنسان بللا ولو لم يرى في المنام شيء. كتحققه كذلك إذا تحقق المنية أن البلل مني يجب عليه الاغتسال من آخر نومة النامة، وهذا محله إذا كان مبلولا، إذا كان بلل. أما إذا كان يابسا فاختلف القول عن مالك، فقيل مرة يغتسل من يغتسل ويصلي من أول نومة النامة، يقضي صلواته من أول نومة النامة، وقيل يغتسل ويقضي صلواته من آخر نومة النامة. وواجبه نية وموالاة كالوضوء. وواجبه نية، من واجبات الغسل أولا النية، القصد لعموم حديث إنما العمل بالنيات عند الشيخين، ولعموم قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وخالف أبو حنيفة والثوري، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك في هذه القضية هو مذهب جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة والثوري فقال لا تجب النية في الغسل، لأنهما اعتبر الجانب المعقول فيه وهو جانب النظافة، والصحيح هو مذهب جمهور العلماء. وواجبه نية وموالاة كالوضوء. وموالاة كالوضوء، الموالاة أيضا كالوضوء، موالاة معناها الفوق، معناها يعني أنه لا
يغسل مثلا عضوا ويذهب ويستريح ويرجع ويغسل عضا آخر، بل تجب الموالاة على الصحيح من مذهب الإمام مالك. والموالاة كذلك اختلف فيها كالاختلاف في الموالاة في الوضوء. نعم. وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلها. نعم. وإن نوت الحيض أو الجنابة ناسية لأحدهما أو أحدهما ناسية للآخر. نعم. إذا نوت المرأة الحيض فقط وهي مجنبة مع أنها كانت حائضا، أو نوت الجنابة فقط وهي مجنبة، نوت الحيض فقط وعليها الجنابة، نوت مثلا الاغتسال للحيض فقط من انقطاع دم الحيض وعليها الجنابة، أو نوت الاغتسال من الجنابة ويلزمها الاغتسال لانقطاع دم الحيض، فإن هذا يكفيها وتجزئ عنها نية الجنابة، تجزئ في الغسلين معا، كما أن نية اغتسال من انقطاع دم الحيض تجزئ في الغسلين معا. نعم. شيخنا، تتصور هذه الصورة يعني إذا كانت مجنبة ثم حاضت؟ إذا كانت مجنبة وحاضت، وكانت حائض وأجنبت، كل من ما يصح. لكن الحائض، الحائض ممكن أن تجنب، لأنها إذا أنزلت، إذا 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 مثلا إذا لا لا يمكن أن تحتلم، ويمكن أيضا في اليقظه أنها تنزل بسبب المقدمات. نعم. وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر، ناسية للآخر أجزاها ذلك، أو نوى الجنابة والجمعة، أو نوى الجنابة والجمعة، أو نوى الرجل الجنابة والجمعة، فإنه يجزئ عنه غسل واحد، فإنه يكفيه غسل واحد للجمعة والجنابة. نعم. نعم. سواء نوى الجمعة وحدها أو نوى الجنابة. طبعا، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وخالف بن حاسم الظاهري، لكن الصحيح هو مذهب جماهير العلماء. أو نوى الجنابة والجمعة. أو نوى الجنابة والجمعة، نواهما معا، نوى الجنابة والجمعة معا، أو نوى الجنابة فقط ونسي الجمعة، فإن هذا يجزي عن الجمعة. ونوى الجمعة وحدها؟ لا، إذا نوى الجمعة وحدها لا يجزي ذلك عن الجنابة. لا يجزي عن الجنابة. أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة. أو نيابة عن الجمعة. أو نيابة عن الجمعة، نوى النيابة عن الجمعة، نوى مثلا بالجنابة النيابة عن الجمعة، هذا يجزئه عن الغسلين معا، لكنه إذا نوى الجنابة فقط فإنه يكون غسله غسل جنابة فقط، ولا تحصل له سنة غسل الجمعة، وإذا نوى الجمعة فقط يكون غسله غسل سنة ولم ترتفع عنه الجنابة أصلا. نعم. شيخ، الراجح في غسل الجمعة. غسل الجمعة اختلف فيه العلماء، ذهب جماهير العلماء أنه سنة، استدلوا بجملة من الأحاديث، منها حديث هو ابن عمر رضي الله عنه عند جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي رواية مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل جمعة مرة يغسل رأسه وجسده. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال: بينما عمر قائم يخطب، دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر
أية ساعة هذه؟ فقال والله، فقال شغلت وما انقلبت إلى أهلي إلا عندما سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، ويأتون في عباء فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم ما أنا عنده، قالوا أنكم تطهرتم ليومكم هذا. حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عند الخمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركض ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر قيامها وصيامها. الحديث أخرجه الخمسة وهو صحيح. إذن هذه الأحاديث استدل بها الجمهور على أن غسل الجمعة سنة وليس واجب، وكذلك من الأحاديث التي استدل بها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند الخمسة وصححه الترمذي، قال من توضأ يوم الجمعة بها ونمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال داود الظاهري وجماعة من العلماء غسل يوم الجمعة واجب، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الجماعة قال غسل يوم الجمعة حق واجب على كل محتلم، حق واجب على كل محتلم. والجمهور حملوا هذا الحديث على المبالغة في تأكيد السنية فقط. نعم. ونيابة عن الجمعة حصل ونيابة عن الجمعة، إذا نوى الجمعة نوى الغسل والجمعة أو نوى النيابة عن الجمعة، النيابة عن الجمعة نوى بغسله النيابة عن الجمعة غسله الجنابة النيابة عن الجمعة يحصلان له. أما إذا نوى الجمعة فقط أو نوى الجنابة فقط فلا يحصلان له. نعم. وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. إذا قصد بغسل الجمعة النيابة عن الجنابة أو نسي الجنابة عند اغتساله الجمعة انتفيا، فلا غسل للجمعة ولا غسل للجنابة، لأن غسل الجنابة اشترط فيه النية وهو لم ينويه، وغسل الجمعة اشترط فيه رفع الجنابة وهو لم يرفع الجنابة، لأن غسل الجمعة لا يرفع الجنابة إنما هو سنة فلا ترتفع به الجنابة. فلذلك لا بد أن يقع من إنسان قد ارتفعت عنه الجنابة انتفى معناها بطل. هذا كله على القول بوجوب النية، على القول بوجوب النية وعلى القول بوجوب بسنية الجمعة. وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا وتخليل شعر وضغط مظفوره لا نقضه. نعم. وتخليل الشعر من كذلك من ما يجب تخليل الشعر في حديث عائشة عند الشيخين في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم،
ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت عند مسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل من الجنابة في رواية والحيضة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحيا على رأسك ثلاث حيات. وفي رواية أم سلمة عند أبي داود واروي فروعه عند كل حسنة، أروي فروعه عند كل حسنة. نعم. وتخليل شعر وضغط مظفوره لا نقضه. نعم، وتخليل شعر وضغط مظفوره لا نقضه، وتقليم الشعر حتى يصل إليه الماء كذلك مما يدل عليه حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شعرة من الجنابة لم يصبها على الله به كذا وكذا من النار. قال علي فلذلك عاديت شعر رأسي. ولا نقضه كما في حديث أم سلمة، وكما في حديث أيضا عائشة رضي الله عنها، حديث مسلم من رواية عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء بأن ينقضن رؤوسهن عند الاغتسال، فقالت يا عجبا لابن عمرو، يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن أو لا يأمرنهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. أما الناقض طبعا قال به بعض العلماء، ويشهد له حديث عائشة عند ابن ماجه بإسناد صحيح قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت حائضا أن أنقض شعر رأسي وأغتسل. وعدم النقض كذلك يدل له حديث عائشة عند الشيخين قالت جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله في غسل الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال لها خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت فجذبتها فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. ويدل عليه كذلك حديث عبيد بن عمير عند النساء قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا ثور مثل الصاع أو دونه، فنشرع فيه جميعا. قالت عائشة فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات ولا أنقض لي شعرا. نعم. إذن والصحيح أن المدار على إيصال الماء للجسد، فإذا كان الماء يصل بدون نقض الشعر فلا حاجة في نقضه، وإذا لم يصل إلا بنقض الشعر بأن اشتد الفتل واشتد الظهر وكثرة الخيوط ومنعت من إيصال الماء فلا بد من نقضه. ايش قلنا؟ يعني ممكن ان الشيخ جمع بين الحديثين. اي نعم، جمع بين الاحاديث. كلا الحديثين او يعني صحيح. نعم. وتخليل شعر وضغط مظفوره لا نقضه ودلك. ودلك. ولو بعد الماء او بخرقة او استنابة. نعم.
والدرك ولو بعد الماء أو بخفة المسنة والدرك كذلك من الواجبات. وينبغي أن يكون أثناء صب الماء، ولكن يجب ولو بعد دفك الماء ولو بعد صب الماء ولو بخرقة ولو بغير اليد. الأصل بالدرك أن يكون باليد ومع صب الماء، لكن يجب ولو كان بعد صب الماء ولو كان بخرقة، ويجزئ بخرقة، يجوز بخرقة اتفاقا. واختلف العلماء فيه كذلك، فمذهب جماهير العلماء أن الدرك لا يجب، أن الدرك لا يجب، واحتجوا بالأحاديث التي ظاهرها عدم الدرك. حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: اغتسل رسول الله نحو الحلال فأخذ بكفه وبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه وقال بالماء على رأسه، ولم تذكر الدرك. ثم أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال: تذاكرنا الاغتسال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عند أحمد، قال: تذاكرنا الاغتسال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ ملء كف ماء فأصب على رأسي ثم أفيض على جسدي، أفيض على جسدي. إذا لم يذكر الدرك، وغيرها من الأحاديث التي لم تذكر الدرك. وقال مالك وأصحابه وأكثر أصحابه قالوا: إن الدرك يجب، إن الدرك يجب، لأن الأصل أن الماء لا يصل إلى مختلف نقاط الجسم وأغواره إلا بالدرك. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء هو أن الدرك لا يجب، وتدل عليه أحاديث، تدل عليه أحاديث القدر الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على عدم وجوب الدرك. فمثلا في حديث سفينة عند مسلم قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصاع وتوضأ بالمد. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد قال: اغتسل توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يكون رطلين واغتسل بالصاع. وفي حديث موسى أبي موسى نعم حديث موسى الجواني قال: أتى مجاهد بقدح حدثته ثمانية أرطال، قال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل في مثل هذا. الحديث أخرجه النسائي. وحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ في الاغتسال الصاع وفي الوضوء المد. حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين عند مسلم، في عائشة رضي الله عنها عند الشيخين أولا، عند الشيخين قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وحديثها عند مسلم قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. إذن هذه الأحاديث، وكذلك حديث أم أمارة بنت كعب عند النساء قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بإناء من ماء قدر ثلثي المد. هذه الأحاديث كلها تدل على عدم الدرك، لأن الماء القليل لا يتحمل الدرك الكثير. نعم. ودرك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة،
وهذا يكون ولو بعد الماء ولو بخرقتين أو استناب أو استناب يجوز يزيل استناب في الدرك. أن تنيب إنسان مثلا يدرك عنك إذا تعسر عليك. نعم تعسر عليك. كيفية الدرك؟ كيفية الدرك هو إمرار اليد مع صب الماء على الدرك. ليس الضغط؟ لا ليس الضغط. نعم. أو استنابة وإن تعذر سقط. وإن تعذر سقط. أتعذر الدرك سقط. تعذر الدرك بالخرقة أو بالاستنابة؟ أي نعم سقط. الاستنابة طبعا لا يستناب إلا في الأعضاء التي ليست عورة أو بالنسبة للزوجة مثلا أو الأم. ممكن أن تستناب في الأعضاء التي هي من باب العورة. نعم. وسننه غسل يديه أولا. غسل لماع السرى بالمنديلية ونحوه كالحبل والتوكيل. وسننه غسل يديه أولا. نعم. وسننه الآن سيحدثنا عن سنن الغسل. والغسل منه ما هو واجب ومنه ما هو مسنون. من الغسل المسنون كما رأينا غسل الجمعة، ومن الغسل المسنون أيضا الغسل للعيدين لحديث الفاكهة بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد ويوم النحر ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. الحديث أخرجه أحمد. وكذلك حديث جعفر بن محمد عن أبيه عند الشافعي قال كان علي كرم الله وجهه يغتسل يوم الجمعة ويوم العيدين ويوم عرفة ويغتسل لإحرامه. ومن كذلك الأغسال المستحبة الاغتسال للجنابة، الاغتسال يعني لحمل الميت، لتغسيل الميت، الاغتسال بعد تغسيل الميت. لحديث أبي هريرة عند الخمسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ويدل على عدم الوجوب حديث عبد الله بن أبي بكر بن عم الحزم عند مالك في الموطأ قال إن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه غسلت أبا بكر فسألت من حضرها من المهاجرين وقالت إن هذا اليوم يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. ومن الأغسال المستحب كذلك الغسل من الإغماء. إذا أغمي على إنسان فإنه يستحب له أن يغتسل لحديث عائشة عند الشيخين قالت في قصة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قالوا يا رسول الله، قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له ماء في المخضب فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلوا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك. ثم أرسل إلى أبي بكر أن يؤم الناس.
حديث متفق عليه. وكذلك من الأغسال المستحبة كذلك الغسل عند انقطاع الدم الاستحاضة كما رأينا. نعم قل. وسننه غسل يديه. وسننه أما سنن الغسل فغسل يديه أولا. نعم. وصماخ أذنيه ومضمضتون واستنشاقون واستنثار. نعم وصماخ أذنيه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه وغسل صماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق. والمضمضة والاستنشاق عند الشافعي ومالك لا يجبان في الغسل وعند أحمد وأبي حنيفة يجبان. عند أحمد وأبي حنيفة يجبان ومذهب الشافعي ومالك أصح في هذه المسألة لأن المضمضة والاستنشاق لم يذكر في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر أنه كان يتوضأ قبل الغسل وضوء قبل الغسل ندبا لا وجوب. نعم سماخ الأذنين. سماخ الأذنين معناها ذوق الأذنين. وسننه غسل يديه أولا وسماخ أذنيه ومضمضتون واستنشاقون واستنثار وندب واستنثار. نعم استنثار كذلك من المندوبات. نعم وندب بدء بإزالة الأذى. ويندب البدء بإزالة الأذى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل غسل يديه أولا ثم غسل فرجه. نعم بدأ بغسل الأذى غسل الأذى عنه وغسل فرجه. نعم ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة. ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه توضأ قبل أن يغتسل مرة يغسل كل عضو مرة. وأعلاه وميامينه. ويبدأ بأعلاه وبميامينه كما في حديث عائشة اللي رأينا عند الشيخ. يبدأ بأعلاه وبميامينه. نعم ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة. كاملة مرة. هل غسل الرجلين؟ أي نعم غسل الرجلين لكن يجوز له أن يؤخرهما. يجوز تأخير. وفصل بعض العلماء قالوا إذا كان في مكان القذر يؤخر رجليه وإذا كان في مكان النظيف لا يؤخره. وأعلاه وميامينه. وأعلاه يبدأ بأعلاه وبميامينه معناها البدء يكون بالأعلى وبالميامين وازدحما طبعا فيزدحما. فقال بعض الأعلى طبعا الأعلى هو من الركبة إلى الرأس والأسفل من الركبة إلى القدم والميامن معناها الجانب الأيمن يندب له أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم يثني بالجانب الأيسر ويندب له أن يبدأ بالأعلى ثم يثني بالأسفل. ونعم هذا نعم. وتثليث رأسه. وتثليث رأسه بالغسل أن يثلث رأسه بالغسل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفيض الماء على سائر جسده. نعم. وقلة الماء بلا حد. وقلة الماء بلا حد كما رأينا في الأحاديث التي ثبت فيها اغتسال وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت فيها أنه لم يكن يسرف في الماء بل أنه نهى عن الإسراف بالماء. نعم ولعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تسرفوا ولا تقتروا كان من ذلك قوام. نعم كغسل فرج جنوب لعوده لجماع. كغسل فرج جنوب لعوده لجماع كذلك من الأغسال المستحبة أن يغسل ما يستحب له أن يغسل فرجه إذا أراد أن يعود للجماع كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم. نعم وعند الحاكم أيضا وعلله الحاكم قال لأنه أنشط للعودة.
إذا أراد إذا جامع امرأته وأراد أن يعود للجماع مرة أخرى فإنه يندب له أن يغسل فرجه. هذا حديث هذا يدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم قال إذا أتى أحدكم له ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال هنا يندب له أن يغسل ذكره ولا، والحديث يدل على أنه يندب له أن يتوضأ. نعم، لكن هنا اقتصر على غسل الذكر فقط. كغسله يعني تشبيها معناها نعم تشبيها تشبيها على الندب. نعم، ووضوئه لنوم لا تيمم. ووضوئه لنوم لا تيمم. ووضوءه لا تيمم. ووضوئه لنوم نعم لا تيمم. كذلك يندب وضوءه للنوم إذا كان على جنابة. إذا كان على جنابة فإنه يندب له عند الجمهور إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن يجامع أو أراد أن ينام فإنه يندب له أن يتوضأ. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى التخير، إلى أنه لا يجب لا يندب له أنه مخير، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. وذهب داود الظاهري إلى أنه يجب عليه، يجب عليه الوضوء ولا يندب له، بل يجب عليه لظاهر الأحاديث في هذا. نعم. وضوئه صحيح هو مذهب الجمهور. نعم. وضوئه لنوم لا تيمم. وضوئه لنوم لا تيمم معناها يندب له الوضوء للنوم والأكل والشرب والجماع ولا يندب له التيمم لذلك. نعم. ولم يبطل إلا بجماع. إذا مذهب الجمهور هو صحيح لأنه جمع بين الأحاديث التي فيها الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وعلى جنابة دون أن يتوضأ، الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء إذا أراد المجنب أن ينام. فالجمع بين هذه الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الكراهة حمل حادث الأمر على الاستحباب، هذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. نعم. لنوم نعم لا تيمم. لا تيمم. لا يندب له أن يتيمم، وهو قول ضعيف عند بعض العلماء أنه إذا لم يجد الماء يتيمم، لأن التيمم يخفف الجنابة. نعم. ولم يبطل إلا بجماع. ولم يبطل إلا بجماع، وهذا النوع من الوضوء لا يبطله إلا الجماع. وتمنع الجنابة موانع الأصغر. وتمنع الجنابة موانع الأصغر، موانع الحدث الأصغر. تمنعه الجنابة من باب أولى. نعم. نعم. وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحو. والقراءة. رأينا مذاهب العلماء في قراءة الحائض والجنوب وأن فيه ثلاثة أقوال. نعم. إلا كآية لتعوذ ونحوه. إلا كآية لتعوذ ونحوه، كالآية تعوذ ونحوه الجنابة بالنسبة لمالك، كآية ونحوها بالنسبة للجنوب لا شيء فيها. أقرأ آية ونحوها للتعوذ. ودخول مسجد ولو مجتاز ككافر وإن أذن مسلم. نعم. ودخول مسجد، اختلف العلماء في هذه القضية لدخول المسجد بالنسبة للجنوب، فمالك والشافعي يريان أنه يجوز له أن لا يجوز له أن يدخل المسجد للمكث فيه، ولكن يجوز له أن يدخله مجتازا لحاجة أو لغير حاجة، وهو مذهب جماعة من العلماء.
واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: أن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء في المسجد، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد لا مجتهدا ولا ماكثا، لا يجوز أن يدخل المسجد مطلقا، أن الجنوب لا يجوز له أن يقرب المسجد والحائط كذلك. هو هذا ما ذكره الشيخ، حتى الشيخ خليل ذكر هذا. ماذا قال؟ لأنه قل: وتمنع الجنابة موانع الأسر وقراءة إلا كآية لتعاون والحمد ودخول مسجد ولو مجتهدا، ولو مجتهدا ودخول المسجد. هذا ذهب إلى القول الثاني لمالك، هنا ذكر مختصر خليل، لكن القول الثاني، القول الأول، القول ذهب إلى القول الثاني لمالك. معناها أن أبو حنيفة وافقه مالك على قوله، وافقه مالك على قوله. والمذهب الثالث هو مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز له أن يمكث في المسجد إذا توضأ، إذا توضأ أنه يجوز له أن يمكث في المسجد، وذلك استصحابا لما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والمذهب الرابع هو مذهب داود الظاهري وابن المنذر جماعة من العلماء، أنه يجوز للحائض والنفساء والجنوب أن يأتي أن يطرق المسجد، كل منهما يجوز له أن يطرق المسجد وأن يمكث فيه ما شاء، لا حرج في ذلك. نعم. استدلوا بأحاديث التي ظهرها طهارة المسلم في كل حال، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الشيخين: المسلم لا ينجس أو المؤمن لا ينجس، وحديث كذلك حذيفة بن عمان عند مسلم، وحديث ابن عباس عند البيهقي، وغيرها من الأحاديث التي ظاهرها أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقالوا أيضا الكافر إذا كان يجوز للكافر أن يدخل المسجد فمن باب أولى المسلم الجنوب. نعم. وهذا المذهب هو أصح المذاهب في القضية. نعم. ودخول مسجد ولا مجتازا ككافر. قال الكافر شبه عليه كذلك، قال إن الكافر لا يجوز له أن يدخل المسجد، وهو خلاف بين العلماء كذلك، منهم من أجازه لأنه قال إن نجاسته ليست نجاسة حسية إنما هي نجاسة معنوية. يا أيها الذين آمنوا إن من يشكوا نجس فلا يقرب المسجد الحرام، وهذا خاص بالمسجد الحرام. قالوا هذا خاص بالمسجد الحرام، آمنوا إن من يشكوا نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا هذا خاص بالمسجد الحرام. نعم. واستدلوا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط المشركين في المسجد، المسجد النبوي ربط فيه همامة ابن أثار قبل أن يسلم. هذا إذا ربط في المسجد النبوي فغير المسجد النبوي أولى. من باب أولى. نعم. كافر وإن أذن مسلم. وإن أذن مسلم، قال لا يجوز له، لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد ولو أذن له المسلم. على أي حال من الأحوال. أي نعم. لا يجوز. معناها أن القضية لا تتعلق بالإذن، وإنما تتعلق بنجاسة الكافر. لو كانت تتعلق بالإذن مثلا بعدم الخوف من الكافر مثلا بأن كان في رعاية مسلم لكان إذن المسلم كافي، لكان إذن المسلم كافيا، لكن لا تتعلق بذلك. نعم. وإذا كان هذا الكافر عاملا، إذا كان عاملا هو على الصحيح أنه يجوز له، سواء كان عاملا أو غير عامل، لكن طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز له أن يمارس فيه شعائره الخاصة به، ولا يجوز له أن يتبرج فيه، مثلا أن يظهر فيه تدخله النساء، نساء الكفار المتبرجات وهكذا. نعم. لكن إذا كان عاملا يجوز له. وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين. نعم. هذا أراد أن يعطينا أوصاف المني،
قال وللمني تدفق، يعني أنه يتدفق ولا يسيل سيلان وإنما يتدفق دفقا، ورائحته مثل رائحة طلع وهو أول ذهب النخل. النخل ثمر على مراحل، ورمز لها العلماء بقولهم طاب زبرة، طاب زبرة على ترتيبها عقدته، طاب زبرة على ترتيبها ثمر النخيل رمزه قجابها، وحلها طلع وإغريض بسر زهو، وحلها طلع وإغريض بسر زهو وبلح رطب تمر يسر. ولمني تدفق ورائحة طلع أو عجين، ورائحة طلع أو عجين، كذلك قد تكون رائحته من رائحة العجين. ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته، ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته، من اغتسل رافعا للجنابة فتبين بعد الاغتسال أنه لم يجنب أصلا فاغتساله هذا مجزئ عن الوضوء، فهو قد طهر طهارة كاملة. ويجزئ المصلح، ويجزئ المصلح عن الوضوء، مثلا لو اغتسل وهو معتقدا أنه على جناب فتبين بعد الاغتسال أنه ليس مجنب فهو قد تم الطهارة والصورة، لأن الاغتسال مجزئ عن الوضوء. يعني الاغتسال يجزئ عن الوضوء سواء كان مجنبا أو غير مجنب. أيوة، سواء كان مجنبا حقيقة أو كان يعتقد أنه مجنب ولم يكن كذلك. هنا للمبالغة، وإن تبين عدم جنابته، إن تبين عدم جنابته. نعم. وغسل الوضوء عن غسل محلي ولو ناسيا لجنابته، وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته، كذلك إذا غسل أعضاء الوضوء وكان ناسيا لجنابته، ثم إذا غسل أعضاء الوضوء وهو متذكر لجنابته فغسله لأعضاء الوضوء رافعا للجنابة عن أعضاء الوضوء ويغسل ما بقي من جسمه، كذلك لو غسل أعضاء الوضوء وهو ناسي لجنابته فتذكرها بعد ذلك فهذا الغسل الذي فعل لأعضاء الوضوء مجزئ في رفع الجنابة عن هذه الأعضاء فيتمم غسله فقط. ويجزئ غسل الوضوء عن غسل محله، ويجزئ يقول وغسل الوضوء عن غسل محله، وغسل الوضوء ما يجزئ غسل الوضوء عن غسل محله من الجنابة، عن غسل نعم عن غسل محله من الجنابة، نعم محل الوضوء أنا عن غسل أعضاء الوضوء، نعم نعم. ولو ناسي لجنابتي، ولو ناسي لجنابتي، ولو كان ناسي لجنابتي، نعم. كلمعة منها وإن عن جبيرة، كلمعة منها وإن عن جبيرة، كذلك إذا مثلا إذا غسل كلمعة منها وإن عن جبيرة، وإن كانت هذه اللمعة ظهرت بسبب أنها انزاحت عنها الجبيرة، مثلا إذا غسل لمعة من
أعضاء من الأعضاء من أعضاء الوضوء، ولو كانت هذه اللمعة التي غسل كانت عليها الجبيرة فانزاحت عنها، فإن غسله لهذه اللمعة يجزئ عن يجزئ من غسل الجناب، معنى أنه يعتد به في غسل الجناب. كلمعة أو لا كلمعة؟ كلمعة بضم اللام. بضم اللام. يعني هذا اللي يقول وضوءه سقط، اللي مسح الجبيرة فسقطت الجبيرة. أي نعم. هذا يعني طبعا سقط الجبيرة يحتاج إلى إعادتي إلى مسح إلى مسح محل الجبيرة. ولا غسله؟ ها؟ أو غسل؟ لا، إذا كان إذا كان إذا كان يمكن أن يغسل يغسل، وإذا كان لا يمكن أن يغسل يمسح. نعم، لأن هناك من يعمل الجبيرة لا يوجد عنده جرح، بس يعني تجبير الكسر العظام. إيه نعم. فإذا سقطت جبيرته؟ إذا كان العضو إذا كان العضو قابل لأن يغسل. يغسل لابد أن يغسل، يجب عليه الغسل أو المسح إذا كان لا يتحمل الغسل. إذا كان لا يتحمل الغسل لأنه قد يتضرر بالغسل، والمكان القريب من الجرح قد يتضرر بالغسل مع أنه ليس فيه جرح. نعم نعم. وأحيانا يقع الكسر لا قدر الله، ولكن لا يكون جرح، بس الكسر